السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو تكونوا باحسن الاحوال، ناشطين فرحانين. هما هادوك هنا البنات، صباح النقا وصباح الشقا، خاصني نكمل شغلي اختي بكري بهنايا باش ندخل نصاوب لكم ان شاء الله الوصفات في التيرموميكس. الناس اللي خدوا عندي التيرموميكس، كوثر عافاك صوري لينا لي فيديو ديال التيرموميكس. مرحبا الكوفيدات، مرحبا. هنا بطبيعه الحال ضروري داك التجفيفه ديال الصباح، ماشي كل نهار، انا ديما كنقولها لكم ديما كل نهار عندي حاجهكم غير لي تواليت والدوش اللي كنديروا كل نهار، مي التجفيفه وليت كندير مره في السيمانه. صبابط كيحطوهم في الباب دابا مع الشتا وداكشي، يعني والتشطيبه ديال كل نهار مع سبيراتور، يعني راه الدار كتبقى صراحه نقيه، ما كتوسخش بالزربه. وليت مره في السيمانه كنضربها، ولكن كتجفيفه ديال القلب يعني بالحكان، وما حاشاكم لي تواليت ولو سال دو بان، يعني راه شاك جوغ كتدوزي عليهم جافيل. انا من داك النوع اللي مدمنه على شي حاجه سميتها جافيل. جافيل اخوتي راه هو العمر ديالو، لي برودويات كاملين اللي كنشريهم كنبغي يكون فيهم جافيل باش نشم يا اختي. مع عند الله يا اختي، مع تمالي هكا كيجبر الله ما درت جافيل، بحال راه ما درت والو. ما عرفتش اخوتي واش خليقه هكاك ولا الله اعلم. هنا بطبيعه الحال انفو كنفيق صباح كيكون يانيس ناعس، كنحل هنايا البالكون غير شويه يتهوى باش الدار اخوتي ما تبردش ليا، واخا الشوفاج اخوتي راه ما سخونش بزاف. كنشعل الشمع، بزاف البنات كانوا يضحكوا عليا كوثر كتسخني بالشمع، واش الشمع كيسخن؟ اي اختي والله الا الشمع كيدفي ليا شويه. صافي هنا كملت شطابت وداكشي، كنت ماسحه الغبره، ماسحه داكشي هذا كامل. الصالون عندي مجموع، نقي كلشي ناضي فاضي. صافي دست هنايا كندير لي برودويات هكاك في الارض، انا اختي من داك النوع اللي كيخلطوا البرودويات، والله يهديني. انا لما خلطتش البرودويات ما عرفتش اش غيوقع عليا، مجنونه خوتي ما ديوش عليا غام جنينه وغام هيفيله. خاصني كنخلص لي برودوي هكا باش كنشم الريحه يا اختي زوينه عندي في الدار. وصافي انا هكا اللي كدير بحالي الله يهديها، واللي ما كديرش بحالي اختي ما يجيكش هذا الشيء غريب. صافي دس كان الدار كامله، يعني حكيتها كما كنقولوا فليتها فلي، حيدت هنايا هذوك الشمع جففتحت منهم. عرفتي ملي كديري ساني كروا وكديري جافيل، عرفتي كتحسي بواحد الريحه عندك في الدار، كتبقى الريحه النقا والشقا كيبان في الدار راه نقيه النهار كامل. صافي هنايا كنحيدو ورا المهم الغبره كامله اللي كتكون حنايا هنا في اوروبا، يعني كنلقاو داك الغبره بيضاء، داك الخمله بيضاء ما كنعرفوهاش منين كتجي، داك الخمله هكاك بيضاء. الا دوزتي غير نهار ولا يومين ما شطبتيش، الا ملي كتشطبي كتلقاي الغبره بيضاء، خمله بيضاء، منين كتخرج داك الخمله الله اعلم. صافي دست هنايا كنجفف، حكيت هنايا تحت الطبله مزيان، كتعرفوا وليدات دابا ملي كيكونوا كياكلوا كيطيحوا شي حاجه. الزرابي لحتهم البنات، صافي ما عندي ما ندير بهم، غادي نصبر. واخا عبد الرحيم قال لي لا كان علينا نصبنهم في هذا البرد هذا ديرهم، قلت له صافي والله ما نصبنهم نضيع فيهم حكي ما تحك، وانا اصلا عارفه راسي غادي هم زعما ما غاديش نكارديهم بلا ما نضيع فيهم الجهد ديالي والوقت وصبن، وما كانش عندي صراحه فين نصبن وفين نشمش. مع في الصيف هكاك كنت عدولت خليتهم هكاك. هنا الكويدات ديالي صافي، دابا كملت هنايا الشغل ديالي، دابا خاصني نجي اختي نصاوب هنا العشاء المزابي ان شاء الله. هنايا ان شاء الله غادي نصاوب رغيفات، غادي يكونوا عندي معمرين بالبصله والفلفله والكفته والزيتون. دابا غادي ندوزو للعجينه هي الاولى. هنا بعدا كنقول بصحه البنات، غنطلع لكم حيت اليوم غادي نقرب لكم هنايا بصحه البنات. هنايا اللي وصلكم تيرموميكس، اللي كانوا كيكذبوني كيقولوا ما يمكنش تيرموميكس يوصل على 4 ايام وعلى سيمانه، من المستحيل البنات وصلهم على 4 ايام وعلى سيمانه، ولا كذبوني البنات يخليو دي كومونتير ديالهم. الحمد لله البنات كلشي وصلهم لي تيرموميكس ديالهم من غير اللي دار والبارح والبارح ثاني، يعني غادي يتسنى سيمانه 5 ايام كيكون اختي عندك التيرموميكس ديالك. الاوفر راه باقا حتى لو 30 ان شاء الله نهار الاربعاء، صافي راه غادي تموت هاد الاوفر هادي ديال 20 فوا صافي. باقا لكم هاد اليومين، يعني استغلوها الناس اللي انتريس بالثيرموميكس يتصلوا بيا، النمره التليفون هي كاتبه لكم. غادي نحاول اخوتي ما نزرب لكمش هنا لا فيديو. هنا اول حاجه دابا غادي ندوز، غادي ندير هنايا البيتخان ديالي، غادي ندوز ندير المسمن. ديما البنات واحد النصيحه بالنسبه للعجينه، سبقوا الماء هو الاول، ما ديروش الطحين والفين وعاد فوق منه الماء باش الموس ديالكم ما يحفاليكمش. نصيحه من وزاره الصحه. غادي ندير انا غير شويه ديال الماء حتى يشي تطحن بعدا، ولا خاف الماء عاد نزيد. غادي ندير لافارين ديالي تقريبا، انا درت على عبار، الا بغيتو تعبروا عبروا، المهم انا درت تقريبا هنا شي 250 غرام شي زلافه ديال الطحين مع نص زلافه هكا ديال الفينو. غادي ندير واحد شويه ديال الخميره
هانتوما شويه كيك ديال الخميره ماشي بزاف، وغادي ندير مليحه صافي. دابا هنا غادي ندوز نعجنها ونبقى هنا باقي خاصني نزيد واقيلا شويه الميه هنا غير ما تبرو بيني عادي الماء بارد. هنايا غادي ندير فيها 6 ديال الدقائق يعني باش تعجن وتدلك على خاطرها. هنا كندير الوقت البنات هانتوما، هنا كنديرو الوقت وهنا كندور هاد البيطخه كندورها كامله يعني باش كتعجن كامله. هادي كنضرب عليها وكندورها كامله وغادي نخليوها كتعجن البنات. الا خاص الماء هي راه كتعجن وكتوقف، كتبقى تعجن وتوقف. الا خاص الماء راه غادي نزيد هاد الفيديو. طلبه البنات اللي خداو عندي التيرموميكس خليكم ترعافك ملي ديري لنا الوصفه ديال التيرموميكس ما تبقايش تزربيهم لنا، راه باغيين نشوفوا داكشي اون ديتاي قلتلهم من هاد العين قبل هاد العين هاد. المهم غادي نخليها تعجن ليا هنا مزيان، والا خاصني الماء انا كنشوف من هاد التقبه هادي الا خاصني الماء راه غادي نزيد، ولا خاصني الطحين راه غادي نزيد. المهم انا درت غير شويه ديال الماء لتحت باش الموس ما يبقاش يدور ليا غير في الطحين بوحدو مع المده يحفاليه يعني باش نحافظ على الترموميت ديالي. هنا صافي من بعد ما كملت 6 دقائق صافي كيبقى يصوني كنطفيه من هنا صافي. هنايا ها هي العجينه ديالي مدلوكه ناضيه 6 ديال الدقائق ها هي. هنا دابا باش غادي ندوز نحضر الحشوه هنايا هنا هنايا بشويه ديال الزويته بطبيعه الحال العجينه علاش صبقتها هي الاولى نخليها ترتاح العجينه المسمن كل ما ارتاحت كل ما كتجيك سهله في التوريق. انتم ها هي العجينه ديالي ناضيه فاضيه كتجي مدلوكه من داكشي الرفيق. هنا غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش تنظفوا البيتخان المول هذا البول ديالكم من العجينه هكا باش ما تبقاوش تخشيو يداكم هكا يجرحكم. دابا بالخصوص انا غادي نحضر فيه الحشوه. دابا انا غادي ندير فيه الماء غادي نزيد نعمر له نص الماء وغادي نخليه كيتغسل ليا تما. شوف البنات انا عمرته هنايا بالماء باش العجينه ما تبقاش كاع لاصقه فيه. هنا اشنو كندير كندوز هنايا بيدي هكا. هنا عندي نيتواياج ها هي باش تبان لكم، كنتمنى تكون كتبان لكم. هنايا كتكون عندي فيه نيتواياج ها هي ندير نيتواياج. هنا راه قال لي ديري الماء انا درته. هنا كيقول لك شنو دايره فيه، واش دايره فيه الكراميل، واش دايره فيه لا سوب، واش دايره فيه البيطخان. انا كنت كنعجن فيه دونك غادي ندير هنايا بيطخان. لا غادي ندورها هكا ها هي بيطخان. غادي ندير لا كوفير هنا كيقول لي ديري لا كوفير نسيتها اوكي. غنعاود ندير هنايا بيطخان صافي. هو يغسل راسو براسو صافي حتى نلقى نقي كياخد 7 ديال الدقائق وداك العجينه وداكشي كامل هو كينقيها لراسو. البنات صافي ها هو غسل ليا صافي. هنايا طفيتو انا غادي نوري لكم هانتوما كيغسل ليكم كلشي كلشي صافي. كتعاودو تشلو غير هادشي بالميها صافي راه ديجا غاسل. انا غادي نوريه ليكم هانتوما البنات غاسل ناضي فاضي. كنمسحو هنايا باش نعاود ندير فيه الحشوه كيشعل الراسو الراسو صافي. هنايا هنا غادي نعاود غادي نكليكي على هاد البتيميزون. هنا دابا غادي ندير الفلفله شوف كنقطعها يعني عريضه باش غادي يشلضها ليا هكا يعني باش ما كنضيعوش الوقت. عندي هنايا بصله جوج ديال البصلات وجوج ديال الفلفلات هانتوما بصله اللوحه كامله هكا كنقسمها غير على جوج. هنا عندي الربيع حتى هو غادي نقسمو غير على جوج. هنا عندي الشحمه اللي غادي نقطعها هكا حيت عندي مكونجليه شي كنحيد لها غير داك الخويطات الجليدات اللي كيكونوا فيها
تما شي هاد الجلود هادو ما كيعجبونيش يكونوا في الشحمه. المهم زابي هاد النهار يفرح ملي يشوف المسمن ديال الشحمه، عزيز عليه هو الشحمه. ثاني عزيز عليا مي ماشي ما كيعجبني مثلا ملي كنشهاه مره مره باش ناكلو ديما، نو ما كيعجبنيش. ولكن في رمضان حنا عندنا هذا مع مزابي، الا ما كانش البطبوط ولا مسمن الشحمه بحال لا ما كاين والو. انا فداك الوقيته البنات ملي كان هنا ندير الزيتون ملي كان كيغسل ليا، ها نتوما العجينه راه قديتها، شوفوا العجينه عرفتي مدلوكه لواحد الدليك ما تصوروش. هنا غادي ندير الزيتون باش يدوز يفرم ليا هذا الشيء كامل. شحال هادي بقى كوثر عجن، حطي القصريه دلكي ما دلكي الكتاف كيطيح، ودوزي قرضي البصله قرضي الفلفله. دابا صافي اختي تهنيت، دا اختي اللي هناني. هنا البنات نديرو الكوبيخ، هنا نديرو شحال نديرو، نديرو ثانيه وحده ها هي. هنا غادي ندير على فيتيس واحد صافي، غادي يدوز يفرم ليا هادشي هذا. الا داز ثانيه وكنتو باقي ما فرمش ليا كنعاود ندير ثانيه وحده اخرى، ما كنبغيش ندير من دابا جوج ثواني اللي يمشي يردها ليا فحال هاسو. هنا بقيتو باقي، دابا غادي نعاود هنايا نعاود ندير له ثانيه وحده، ونعاود دابا ندير هنا فيتيس. صافي هنا نقول لكم صافي هنايا ها هو فرمها ليا. ندير ديما هذا لا سباتول هذا هانتوما البنات شو الشحمة مع الزيتون مع كل شيء ها هو تفرم ليا شتو. صافي ما نبقاش انا نبقى نقطع هذه بوحده، نقطع هذه بوحده، نقطع هذه بوحده. دابا غادي ندوز غادي نشحر هاد شويه وناخذ مقله، ما عرفتش فين هي هذه المقله. المهم انا ناخذ مقله ورجع معاكم. هنا البنات دابا غادي ندوز نشحر، انا ما بغيتش نشحر فوق في التيرموميكس حيت غادي نرد نطيب فيه لا سوب. هنا دابا غادي نشعل البوطه غير نشحروا هاد الشيء غير شويه، وانتم كنديروا زويته غير شويه باش يجيونا داك الزويته هي اللي كنعاود نطلق بها البنه اللي كتبقى فيها لتحت. ندير هنا شويه ديال الاسكين كبير، ندير هنا شويه بعطريه ديال اللحم كتعطي البنه مع الشحمه كتعطيه واحد البنه من داك الشاب فيه. ندير هنا شويه ديال الكمون خلاوهاش مراكشيين الكمون. ندير هنا شويه ديال البزار، هنا غادي ندير شويه ديال الهريسه، عندي واحد الهريسه كتشق 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 محروره. ندير هنا شويه ديال الخرقوم، ندير هنا فلفله حمراء نحطو زايد باش تجينا داك الحشوه هكا محمره زويونه. هنا غادي ندير شويه تاع ديال الهريسه هذه، عندي هاد المصيبه هذه حاره حاره لواحد الدرجه ما كتصورش، بغيت درت شويه. دابا غادي نخليها تشحر ليا تتوقف ليا في يدي ديالها بالزربه، أو ندوزو نعمرو المسمنات ديالنا. هنا البنات دابا غادي ندوز نحضر هنا ديال الليمون، درت سيترونات ديال الحامض ها هو عاد وجدتو. دابا هذا كيما قلت لكم مبقاش كيخطاني، دابا ان شاء الله غادي ندير ديال الليمون. دي فوا كتجيبو الليمون وكيصدق ليكم حامض ولا شي حاجة، من الأحسن أنكم تطحنو. هادو راه غاسلهم بطبيعة الحال. هنا واخا الليمون عندي حلو باغا نشرب عصير طبيعي، يعني وليت كندير عصير طبيعي 100% في الدار، يعني بقيت كنتفادى أنا ووليداتي ولاو كيحماقو على هذا الحامض، غير يدخلو يقولك ماما فين هو لي جو ديال الحامض لي جو ديال الحامض. وهذا وليت كنشري دابا الليمون هكا وكنعطي الوليدات حاجة طبيعية، وتا حنايا كنشربو دابا في العشية حويجات طبيعيين. هنا قبل ما ندوز ندير لاصوب قلت باش العصائر يبردو ليا، درت دابا هاد الحامض بنفس الطريقة. هي عندكم الطريقه هنايا كيقول لك ديري جوج الحامضات، انا درت هنا الليمون هو درت دابا ديال الحامض، يعني نفس الطريقه. هنايا غادي ندير نص سيترو ديال الماء 500 غرام،
هو كيعطيك العبار ديال الميزان. هنايا البنات غادي ندير السكر، عطيني 100 غرام ديال السكر. الليمون راه عندي حامض، بعض الفوا كتلقاو الليمون حلو، يعني ما ديروش 100 غرام كامله حتى تشوفوا زعماك. بالنسبه ليا انا 100 غرام مع الليمون شويه، ماشي داك الليمون حلو. هنا دابا غادي ندير سويفون، هنا عطيني نسد، كنسد هنايا. هنا عطيني ندور على فيتيس 10، جوج ديال الثواني، جوج ديال لي سكوند. ها هو حداكم غتشوفوا دغيا. ها العصير عندي وجد، خفن زربن. هذا اختي ينفعك في رمضان ولا ما ينفعكش؟ ديري 100,000 العصيرات في النهار. هنا عطيني زيد عاوتاني هنايا الماء 500 غرام، نمشي نعمر الميه. مباشرة غادي ندوزو ان شاء الله نديرو لاصوب ديالنا. هنا 300 400، صافي باقا 0.0. صافي ها هي ديالنا. هنا هو العصير عندي واجد، صافي ندير واحد التحليكة هكا، صافي ها هو العصير ديالي. شوفوا البنات طبيعي 100%. ها هو البنات العسل ديالي هذا. البنات اما نشربو طبيعي الا بغيت، اولا كاين واحد الحل انني يكونوا الا بغيتو تخطروه كثر يعني في رمضان، هادو كنضل لكم ان شاء الله بالنسبه لرمضان ولا في يوم الله. الا بغيتي تخطري تشربي عصير طبيعي هكا بسم الله، وبغيتي دير تسرقي مثلا واحد خيزو وحده وواحد بطاطا، كتزيدي كتعطي واحد الانتعاشه كيجي فحال شكل ديال دانا وديال المغرب، ولا ديري غير خيزو وحده هكاك مسلوقه تطحن معاه، راه كيجي المذاق ديالو اكثر من رائع. هادو البنات راهم ما كيخطاونيش. دابا غادي ندوز نديرهم يبردوا ليا في الثلاجه، وندوزو نحضروا لا سوب ديالنا باش ندوزو نطلقوا المسمن. الحشوه راه عندي بردات. هنا البنات صافي، هنا خديت لا سوب من الكوكيدو، سميتها سوب دو كورجيت او كيري، يعني كيكون فيها حتى داك الكيري لاباش كيري، داك اللي فوندو اللي كيطلق الخيوط. انا ما عنديش صراحه، مي غادي ندير غير الفرماج عادي. نبداو على بركة الله، كتكليكي عليها كديري كوماسيها كويزيني. هنا عطيني بصلة، هاهي كنقسمها غير على جوج. عطيني هنايا، عطيني هنا 200 غرام ديال الكاغوط، هانتوما كنقسمهم غير على طروطا. ساهله البنات، هنا عطيني واحد راس ديال الثومه تا هو، ها هو درتو. هنا عطيني لي كورجيت مقطعه لي طرونش، ها هي. هنا نورمالمون باقي خاصني نزيد واحد لوح، الا بركه هاكا جيطه وحده بركه. هنا عطيني البنات ما عطاونيش ندير البطاطا، مي انا غادي نضيف البطاطا، ها هي كتعجبني انا لا سوبي الا ما كانش فيها البطاطا راه كي والو. كملت داك لي كورجيت كملتهم هنايا بالبطاطا، وغادي ندير حتى البواغون، يعني باش هاد الخضره ما تضيعش ليا في الثلاجه، انا غنستغلها هنايا في لاصوب. هنا غادي ندير طاغ، وغادي ندير 600 غرام ديال الماء،
حيت ما عطانيش البطاطا والفوارو هادو، غير ضفتهم انا عندي في الثلاجه، يعني ما كيناش على يضيعوا. كنديروا هنا 600 غرام ديال الماء، هنا غادي ندير سويفون. هنا عطيك ديري واحد كنوره، الا عندكم ديروها، ما عندكمش فحالي ما ديريهاش، دير سويفون. هنا عطيني ندير الملح والبزار، الملح بطبيعه الحال كتبقى على حساب الذوق، هما راه هما كتبينها لك هنا كيقول لك على حساب لوغو. هنا الابزار حتى هو عطيك على حساب لوغو، كتجيبني الحاجه اختي بنا، حنا هو الانجليزي بيستون العرب. هنا دابا عاطيني هنايا 25 دقيقه على فيتيس جوج، هانتوما على فيتيس جوج. لا تمبيراتور راه هو واخدها، يعني ملي كيكون واخده لا غوسيك من الكوكيدو ما كنقيش انا الوقت وما كنقيش الباغوما، فهمتي؟ يعني هو كياخذ الوقت راسه، هنا واخده على 100 درجه ديال الحراره، وهنايا على فيتيس جوج، نخليها تطيب وندوز هنايا نورق المسمن ديالي. هنا البنات صافي، هنايا الحشوه ديالي خليتها هنايا تا بردات، هنايا خديت شويه الزيت ودرت فيها شويه فلفله حمراء باش كتعطيني داك اللوين هكاك، كنعرفوا المسمنات اللي كيكونوا معمرين هكاك يا بالفلفله، اللي ما كتعجبهاش الشحمه ما ديرش الشحمه، دير كفيته، اللي ما عندهاش كفيته دير غير البصله وفلفله والربيع والعطريه كيجي فيهم يا سلام يا سلام. صافي هنايا دست كنورق المسمن ديالي العجينه ديالو البنات، ما نقول لكمش، عرفتي راه واحد العجينه خفيفه، عرفتي مدلوكه مدلوكه لواحد الدرجه ما صوروش، وديما عجينه المسمن يعني ما تكونش خفيفه، تكون شاده في راسها، ديما كنقولها لكم باش ملي كتجي تلقيه ما كتبقاش العجينه كتلصق لك، حيت كنعرفوا العجينه كل ما كتشوي ماشي قاصحه بزاف، حنا ما غاديش نديروا الرزيزه غير باش حيت ملي كترتاح كتزيد الطرخه، هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي كندير وحده في قلب وحده، كندير هاد الجهه هادي هكا، والجهه الثانيه كنخشيها من التحت. صافي اختي هادو هما المسملات ديالي، خفان زربان، ما جاتش طيب هنايا الصوبه نطحنها، طيبت المسم طلقت المسمن وخبزته، عاد باش دوز طحنت الصوبه، يعني بالزربه البنات والله العظيم فرا مشات عين. هنا البنات صافي دست شعلت هنايا المقلاة ديالي اللي كنت واخده من اكسيون، صافي دست هنايا كنخبز البنات بالزربه بالزربه فرا مشات عين، واحد اللحظه اقسم بالله العلي العظيم والله ما نكذب عليكم ولا نكذب ولا نكذب، عيطت لي واحد السيده جزائريه اقسم بالله حتى هي عندها مشكل مع راجلها وبغى يخرجها من الدار، وكتعيطات لي كتبكي كتبكي، راه هي غادي تشوف لا فيديو كتقول لي انا بغيت ما بغيت منك والو، انا بغيت غير المتتبعين ديالك يدعيو معايا وينصحوني، مشات عند لاسيستونس ما دارت معها حتى شي حاجه. الا بغات شي اخت جزائريه تواصل معاها تواصل معايا، نعطيك اختي النمره ديالها الا بغيتي، ولكن كتهضر معايا خزنه من راجلها، قالت لي مشيت للبوليس ما داروا لي والو، ومشيت عند لاسيستونس حتى هي ما دارت لي حتى شي حاجه، وخايفه خايفه وعندها جوج ديال الوليدات وكيقول لها خرجي من الدار، قلت لها راه ما يمكنش هذا الشيء ما يمكنش، قالت لي والله العظيم هاد الساعه رانا كنهضر معاها في التليفون اقسم بالله العلي العظيم، راه هي غادي تشوف الفيديو وراه غادي تقرا لي كومونتيرات ديالكم، الا كاينه شي اخت جزائريه بغات تعاونها اتصل بيا اختي ونتشاور معاها، نعطيك اختي النمره ديالها الا قديتي اختي تعاونيها في سبيل الله، هادشي اللي نقدر نقول. البنات دعاو معاها الله يعطيكم الصحه، قالت لك اختي غير دعاو معايا اشنو غادي ندير ونصحوني اشنو غندير، كنأكد الا كاينه شي اخت جزائريه دوز اختي عندي هنايا الواتساب ونطلب السيده تعطيكم نعطيك نمرتها وتواصلي مع اختي وقولي لها اشنو غادي دير، انا واخا شرحت لها كتهضر بشويه واش راجلها في الدار، قلت لها رجعي اختي اتصلي بيا من بعد رانا والله الا كنصور الفيديو، قالت لي لا ما نقدرش نتصل بك من بعد راجلي كيحيد لي التليفون. هنا البنات صافي ما جيت طلقت هنا المسمن وطيبته بالشحمه يا اختي مع شحيتكم والزيتون والحار والبصله والفلفله، حتى كانت لاصوب ديالي هنا طابت. دابا هنا قال لي ديري دو كوب دو فرماج تارتيني تيوب كيري، ما عنديش انا، غادي نعوضها بهذا بالكريم فريش، وانتم غادي ندير هنايا واحد المعلقه ديال لا كريم، معلقه كبيره تكون عامره حتى هي، لا كريم فريش وليت كناخذ هذه الصغيره كناخذ هذه الكبيره كنحلها
دي فوق كنلقاها خسرات ليا النص كيتلاح، وليت كناخذ البنات هادو الصغار يعني ولاو دغيا. هنا غادي ندير هاد الفرماج هذا بارميجانو، كنعطيها مذاق زوين هذا. هي عندها كيري دير الكيري وندير شويه من هذا غتجي داكشي. هنا قالك لي سي كوفيرت، هنا قالك طحنيه دقيقه على فيتيس ويت. ها هي ديما قراو اشنو كاتب ليكم هنا. ها هو كيميكسيها واجده. ها البنات كيتحلوا يا اختي يا اختي. ايه الحلاوه دي، شوف اختي لا سوب، شوف طايبه اختي. واش اختي هذا في رمضان اختي ما يهنيكش؟ ها قولي لي العجينه البنات صافي لا سوب ديالي دابا غادي ندوخها غير من الملحه. ناري على مذاق فيها اقسم بالله، جربوها جربوها ورجعوا عليا الخبر، خطيره واحد المذاق فيها يا سلام. العجينه ديال المسمنه البنات دغيا دغيا عرفتي، مورق مورق لواحد الدرجه ما تصورش. المهم غادي نقاد هادشي هذا ونرجع معكم. هنا الكبيدات ديالي، هذا هو العشاء ديالي، بقيت انا مغطى لكم السيكوره. هذا اختي هو العشيوه ديالي يعني بالزربه. تساليت كملت شغلي وتفرشتي في الماتش ديال المغرب، الحمد لله ربحنا 2-0 الحمد لله. ان شاء الله نوصلوا حتى الاخر ان شاء الله يا ربي الحبيب، نوصلوا فينال ونفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله. لا سوب ديالي يا البنات يا سلام. الاعصير هانتوما ديال الحامض ديال الليمون، حتى هنا المسمن اللي عجن راسو براسو ودار الحشوه ديالو دار كلشي ديالو ما شاء الله كيجيو. نتوما عارفين دابا سخون سخون سخون، مقدرتش والله ما قدرت. سخون والله ما قدرت نحلو ليكم ونشوفو الحشوه ديالو كيفاش خارجه. هانتوما طيب 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 طيب، والله ما قدرت نحلها طيبه بزاف. المهم هنا الكبيدات ديالي دابا غادي نقول ليكم تهلاو لي فراسكم ونلتقاو في فيديو قادم ان شاء الله. بطبيعه الحال اخوتي ما تنساوناش من اللايكات ديالكم لي كومونتير بارطاج، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.